السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا الفيديو هذا، لقيتوني كندير واحد الرشمه ان شاء الله ديال واحد اللبسه اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله ديال واحد العروسه بحول الله. كندير اللمسات الاخيره، نشوف كيفاش غادي نثبت الاحجار كيفاش غادي يطلعوا ما علينا ان شاء الله. هادشي كله غادي نشاركو معكم بحول الله. فجيت كعجاله انني نخبركم بالنسبه للبنات اللي غادي يتسجلوا في الدوره التكوينيه الموسم السادس على التوالي اللي هي خاصه درناها، اللي كتشمل ورشه الطرز، ورشه النبات، ورشه البصل اللي كتبع الخياطه، ورشه الرنده. هاد اربعه الورشات هادو خاصين بثمن رمزي. هاد المره هادي ان شاء الله بثمن رمزي لانها فيها بزاف الامتيازات. سبق لي ذكرتها وعاود ذكرتها في البث المباشر اللي قبل من هذا الفيديو هذا، والفيديو اللي صورتكم قبل من هذا الفيديو هذا، يرجع يشوف جميع المعلومات وجميع الحوايج اللي ضروري خصكم تعرفوهم اللي بغيت تسجل بحول الله. بالنسبه لورشه البصاله اللي كتبع الخياطه وورشه الطرز، الكراسي ديالها تملؤ الحمد لله اكثر من العدد اللي كنت مطلوب فيه باش نسجل. واليوم بقى لينا ورشه الرنده وورشه النبات ان شاء الله اللي مازال التسجيل فيها مفتوح، فاللي كيهمه الامر يتواصل معنا ان شاء الله على الواتساب. رقم كالتالي 06 32 30 83 55. نعاود نقول 06 32 30 83 55. عدد كراسي جد محدود، ويعني التسجيل راه بقاتو فقط 5 ايام، يعني نهار احد اليوم الاخير في التسجيل بصفه كليه، وقدر يكون قبل الى تملؤوا العدد كراسي في جوج ورشات اللي بقاو راه غادي نوقفوا التسجيل باش ان شاء الله نبداو بدايه رسميه في شهر 9 بحول الله. غيبقى لنا شهر 8 كامل تجهيزات وتدريبات ولوازم وتحويلات الى ما غير ذلك، ان شاء الله يثبت التسجيل الى ما غير ذلك. فاللي كيهمو الامر يتواصل معي على الواتساب ان شاء الله غادي نجاوبو انا ولا المساعده ديالي ان شاء الله. 06 32 30 83 55. 06 32 30 83 55. ان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق. اما بخصوص ورشه البصاله، تبارك الله فيها عدد هائل من الاخوات، فتعذر عليا انني نزيد تسجيل فيهم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ومرحبا بالجميع. هذا اخر فيديو ان شاء الله غادي يكون فيه اعلان على التسجيل ان شاء الله. غادي ننتظروا الدروس ان شاء الله اللي تكون خاصه على الفيسبوك وعلى تطبيق الواتساب ان شاء الله. اما هنا ان شاء الله في القناه يكونوا دروس اخرى ان شاء الله، وكنتمنى لكم الخير والتوفيق بحول الله.